السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة المعرض كلاس موجود بحي الشفا. طبعا جاي أنا بصور الجي اس 4، هذه من شركة صينية تبع شركة جي اي سي اللي هو هذا، بس بصور لكم واحد عند الباب. بس خلونا ناخذ بكم لفة على السريع من ضمن السيارات عندهم. بعد شركة شانجان، هونداي، الكونا، كسنت، سبارك، وعندهم ايدو شانجان الفل وستاندر النص فل. هذا سبارك، سبارك هذه سعرها 33,600. الانترا، الاوبتيما، الازيرا، وفي عندهم السنتافي، كريتا، وكونا متوفر بعد اكثر من لون واكثر من فئه، وعندهم التاهو والبلاسيد والتيلرادو. انا جاي بصور الجي اس 4، في عندهم عرض نص فل والفل، وعندهم بعد البلاسيد 2020 والتيلرادو. هذا طبعا مصورهم لكم انا من قبل مجرب. عندهم النص فل والفل، هذه الفل وهذه النص فل، وعليها عرض سعر. خلونا نشوف النص فل. هذه السعر قبل الخصم كانت ب 65، وبعد الخصم 53,900، وعليها تظليل مجاني وضمان 5 سنوات والصيانه الاولى مجانا. وهذا الفل، خلينا نشوف لكم سعر الفل. الفل كان سعره ب 71,000 والحين 59,900 بدون الضريبه. واذا جيتوهم وقلتوا لهم من طرف بندر ما راح يقصرون معكم بعد بخصم اضافي. طيب اللي معنا هذه حجم الماكينه 1500 وبقوة 152 حصان تيربو والجير 6 سرعات. طبعا هي تعتبر كروسوفر وبحجم تقريبا اصغر من التوسان. اللي معنا هذه الواجهة الامامية فيها كشافات ضباب، والنور جاء على شكل عدسات، وفيها ليد نهاري. وهذا النور، النور هولوجين اصفر، بصوره لكم مع كشافات الضباب والليد النهاري. طبعا الفل الجنط اللي عليها مكحل مقاس 18، وهذا شكله مع الجنب. طبعا الابواب جايه بخط نيكل، هذا شكله مع الجنب، وفي سله علويه وفيها اشاره بمرايه. وبالنسبه للمفتاح هذا هو المفتاح. خلونا اوريكم شكله من ورا، هذا شكله من ورا. حساسات خلفيه، مخرجين شكوان. طبعا وكيلها جميحة اللي هي جي اي سي، وهنا اسم الفئة. وقبل لا نروح قدام خلونا اوريكم الشنطة، الشنطة تفتح من وين؟ من هنا بنزل جاي الباب قطعة واحدة حق الشنطة، وهذه مساحة التخزين وتعتبر واسعة على الحجم، تعتبر واسعة. النور باللون الأصفر، وهذه أغراض السيارة، وفي استارة تغطي أغراضك. وهنا عندنا سبير مع العدة، سبير طبعا مو نفس اللي برا. وهذه الداخلية من ورا، وهذه صرفية الوقود. حجم الماكينة 1005، الموديل 2019، ودفع أمامي، ويمشيك اللتر 15.3، والبنزين 91. وهذه السلة وفيها فتحة، طبعا نص فل تجي بعد فتحة. هذا الصف الثاني، مراتب جلد، التخشيب هنا جايك بيانو بلاك، وهذا المراتب مخرمة بالنص، وفي تكاية بالنص. الرباقات فيها 8 رباقات. هذه الداخلية الطبقة، وهنا مخارج المكيف مع مخرجين يو اس بي، والسقف بيت. وهذه الفتحة، والطبلوه من ورا من هنا. والدخول باب السواق عندك بصمة. هنا ازرار التحكم اللي هو بالنوافذ، اوتو للسواق، قفل مركزي، وكرسي كهرب للسواق.
مراكب يدوي. هذه المراكب اللي ورا. وهنا زرار التحكم اللي هو بالمرايا، وفيها بعد زر منحدرات، وهذه الفئة اللي معنا فيها أربع كاميرات، هذا هو زر حق الكاميرا. خلونا نركب ونوريكم الباقي. وهذا الشكل الداخلي قبل أشغل لكم السيارة. نقول بسم الله. وستارت طبعا، هذا ستارت. وستارت طبعا. طبعا بسم الله. شكرا نافذة، لأنه بيني وبينكم ذبحنا الحرب. قبل أن نبدأ بقول لكم بعض الأشياء فيها تعاون، بعض القطع وبعض الأشياء متعاونة مع أفضل الشركات العالمية، من ضمنها اللي هو الصدامات الأمامية الشركة أمريكية، نظام العادم شركة بريطانية، وعندك بعد المقود الهيدروليكي بعد شركة أمريكية، أنظمة المكابح شركة ألمانية. بحط لكم الصور هذه تشوفونها. تحكم بالنوافذ من شركة كندية، والجير بعد من شركة يابانية، وأنظمة التكييف من شركة يابانية. بحط لكم الصور هذول تشوفونها كاملة. طيب وش عندنا الحين؟ عندنا زر التحكم اللي هو بالدركسون، وعندنا هنا مثبت سرعة، وهنا أوامر صوتية. هنا تقدر تتحكم شاشة المعلومات اللي بالنص اللي تقدر تشوف فيها كمبيوتر الرحلات واستهلاك الوقود. السرعة قصوى 220، ومبير الحرارة والبنزين هنا، والار بي ام جايك على اليسار. الشاشة وهنا عندنا الشاشة اللي جاية حجمها تقريبا 7 انش. هذه قائمة رئيسية تقدر تتحكم فيها، فيها لمس وفيها جي بي اس، وتقدر تتحكم فيها من هنا اختصارات هذه كل الشاشة. هنا المنيو، وعندك هنا معلومات السيارة، خلنا نضغط عليه نشوف. اغلاق وتشغيل، بعض اعدادات حقت السيارة، وهنا الجي بي اس، ومن ضمنها الهاتف واليو اس بي والاشياء هذه. وخلونا اوريكم الكاميرا، فيها اربع كاميرات. هذه الكاميرا الخلفية أول شيء، وهذه الكاميرا الأمامية. أربع كاميرات جانبية وأمامية وخلفية. وعندنا هنا ننزل أوريكم، ترجع للشاشة زي كذا بالشكل هذا. هذه قلت لكم اختصارات، شوف الطبلون شلون جاي قصة الطبلون. وننزل هنا لو تشوفون الثلاث قطع بالشكل السداسي، كلها هذه تتحكم بالمكيف. هنا درجة الحرارة، هنا الدفع، وهنا توزيع. وهنا ننزل تحت في مخرج اللي هو يو اس بي والاو يو اكس مع مساحة تخزين. وهنا الجير توبترونيك بست سرعات. وضعيات القيادة هذه هي، عندك ثلاث وضعيات، الايكو والمانوال والنورمال. طيب نجي هنا، ونجي هنا الجلنط الكهرب والاوتو هولد. المفتاح شفتوه قبل شوي، والتكاية اللي بالنص مع الدرج اللي هنا. وهذا كتيب، هذا وكيله حق جميع طبعا. وعندنا هنا الاضاءة اللي بالسقف، هذا بيت النظارة، والاضاءة اللي بالسقف اللون اصفر قريب للبيض، هذا زر الفتحة بس. وريكم الحين الماكينة والانوار. بالنسبة للبوري، هذا البوري. واللي يبي مواصفات اكثر ثبت الشاشة، هذا مواصفات كاملة. قوة العصر مثل ما قلت لكم 152، تطلع شامل الضريبة 62,895، واللي يجي مطروفي بعد ما راح يقصرون معه. خلونا نوريكم الحين باقي النور والاشياء الثانية. قصرت لكم الاضاءة حقت الجهاز علشان توضح لكم الانوار. النور مثل ما انتم شايفين، هولوجين، كشافات الضباب، والنور الاساسي العالي والواطي. بالنسبة للاشارة، هذه الاشارة مع اللي تحت اللد النهائي. هذا الفل كامل. وخلونا احصور لكم النص فل على السريع، وش يفرق النص فل عن الفل. جنط اصغر مقاس 17 وبدون شاشه ملاحه. هذا الواجهه الاماميه، والشكل الخارجي كلهم نفس بعض، بس الجنط اللي قلت لكم يفرق. لد نهاري، كشف الضباب، والجنط مقاس 17. وهذا شكله من ورا. اسطبات، ما صورت لكم اسطبات الفل، بس نفس الشكل واسطبات الخلفيه مع كشافات الضباب. صرفيه الوقود كلهم نفس بعض، وبصمه بعد. هذا الداخليه. وعندنا يا طول العمر والسلامه مراتب جلد، والكرسي يدوي الفل، كرسي كهرب، وفيها زر حق منحدرات، وفيها مثبت حق السرعه. الطبلون نفس الفل، بس الشاشه تختلف. هذاك اربع كاميرات وشاشه اكبر. باقي الاشياء نفس ما هي، جنط كهرب، اوتو هولد،
مراتب الجلد تختلف عن الفل. هذيك تذكرون الفل جاية مخرمة من تحت. والصف الثاني نفس الفل بعد. وخارج مكيف وتكايف بس. وبس خلصنا. أرقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف. فمان الله وبحفظ الكريم.